أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال أم بندر من الرياض، تقول تسأل عن قرآن الفجر، متى وقته؟ هل هو قبل الصلاة أم بعده؟ وإلى أي وقت يستمر، إلى شروق الشروق مثلا؟ قرآن الفجر هو صلاة الفجر، سميت صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالسبعين آية إلى المئة، فيطيل فيها عليه الصلاة والسلام القراءة، ولذلك سميت قرآن الفجر وليست قرآنا قبلها أو بعدها، وإنما هي نفس صلاة الفجر. نعم.